بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد رئيس مجلس الوزراء، معالي السادة الوزراء، السادة المحافظون، السيدات والسادة الحضور، بداية اسمحوا لي أن أعبر عن بالغ سعادتي لمشاركتي اليوم في المؤتمر الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء والزكية، والتي يرعاها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت إشراف دولة السيد رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع السيدة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، خاصة أن هذا المؤتمر المهم يتزامن مع الاقتراب من انطلاق فعاليات قمة المناخ العالمية التي تستضيفها مصر. كما أتوجه بالشكر للسادة المحافظون والسيد السفير هشام بدر منسق المبادرة وآليات الإدارة المحلية على الجهد الذي بذلوه في إعداد ومراجعة وتقييم المشروعات وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال على مستوى كل محافظة للتقدم بمقترحاتهم ومشروعاتهم للمبادرة. كما أشكر معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكافة الوزارات على تعاونهم وجهدهم خلال الفترة الماضية في تقديم الدعم والعمل التنسيقي المشترك مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإنجاز المبادرة في وقت قياسي. السيدات والسادة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية دليل على جدية توجه الدولة المصرية على تبني نمط التنمية الخضراء الصديقة للبيئة، والتزامها بالتعامل مع قضايا التغيرات المناخية في إطار سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والإسهام الفاعل في الجهود الدولية من خلال مبادرات تحقق أهداف أجندة المناخ العالمية ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، وكجزء من جهود الدولة وتكليفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة، فإن وزارة التنمية المحلية والمحافظات تولي قضية تغير المناخ أولوية قصوى في كافة استثماراتها وبرامجها وآليات عملها. فلقد شرفت وزارة التنمية المحلية بمتابعة جميع الجهود التي تمت على المستوى المحلي منذ بداية المبادرة، والتي أسفرت عن تقدم أجمالي 6281 مشروع على المستوى الوطني، مروراً باختيار أفضل 3 مشروعات من كل فئة على المستوى الوطني من خلال لجنة التحكيم الوطنية، لنصل اليوم إلى 18 مشروع نموذجي على مستوى الجمهورية. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أتقدم بالشكر للسادة المحافظين على جهودهم الدؤوبة والمتابعة المستمرة منذ بدء المبادرة من خلال 9 لجان تنفيذية عينت من الوزارة لاختيار المشروعات بشكل موضوعي وفق المعايير بالتنسيق مع وزارة التخطيط وتشجيع القطاع الخاص والشركات والمجتمع المدني ولا سيما الشباب والمرأة على التقدم للمسابقة، وعقد المؤتمرات الإقليمية على مستوى المحافظات لتكريم أفضل 6 مشروعات من كل محافظة بواقع مشروع واحد من كل فئة واختيار مشروع سفير لكل محافظة. السيدات والسادة الحضور، وأن هذه المبادرة غير مسبوقة في مجال التنمية المستدامة والزكية، وتعد المبادرة تجربة ملهمة تؤكد على أن المستوى المحلي والمبادرات المحلية تلعب دوراً رائداً في التكيف والتصدي لتغيرات المناخ من خلال تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار للتصدي لتغير المناخ، فضلاً عن الاستفادة من قدرات وطاقات المرأة المصرية والشباب ورواد الأعمال الجدد. وقد اتسمت المبادرة بقدرتها على تعبئة الجهود لاختيار مشروعات في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، بما يعزز صمود ومرونة الاقتصاد المصري ويدعم توجهه نحو تقليل الانبعاثات والتحول الأخضر. كما أن آلية تنفيذ المبادرة من خلال تعزيز التنافسية بين المحافظات وتمكين المجتمعات المحلية وزيادة إشراك القطاع الخاص والمرأة، كل ذلك ساهم في رفع الوعي البيئي، كما ساهمت في وضع تصور لخرائط للمشروعات الخضراء والزكية لربطها بالفرص الاستثمارية. وإذ أهنئ السادة القائمين على المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية، وأهنئ بالقدر نفسي جميع المتقدمين على أفكارهم القيمة لمشروعات التنمية الصديقة للبيئة، فإنني أؤكد على عزم وزارة التنمية المحلية والمحافظات تقديم كل الدعم لهذه المشروعات لتصبح واقع ملموس، بوصف هذه المشروعات نقطة انطلاق حقيقية للعمل التنموي والمناخي في مصر،
ودليل على أهمية دور الإدارة المحلية في التخفيف من آثار تغير المناخ وتوطين أهداف التنمية المستدامة. في ختام كلمتي أؤكد أن وزارة التنمية المحلية تدرك أن مؤتمر الأطراف للمناخ هو نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ في عين الاعتبار العمل المناخي، وإذ نتعهد بأن نعمل معاً كسب على المستوى المحلي لاستكمال جهود توطين الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي واستكمال مسار التنموي من خلال وضع تغير المناخ في أولويات الجهود التي تستهدف الحفاظ على الأمن الغذائي والاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية على أرض الواقع بشكل يضمن تحسين جودة حياة المواطنين. كما نعت سيادتكم أن تكون الوزارة والمحافظات عند مستوى المسؤولية لإنجاح كل المبادرات التي تساعد على تخطي أزمة التغير المناخي طبقاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتحت إشراف دولة السيد رئيس الوزراء. حافظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.